تعلمنا الصبر منك يا يمه، تعلمنا الصبر منك يا يمه، بالمهج والفؤاد وكلمات لا تمنعها الكمامات من البوح. إلى أمهات العراق، إليكن حيث الطريق إلى القلب، يجبركن كورونا على الألم. تعرف تحمل هموم، تعرف تحمل كورونا، تعرف تحمل كورونا، يغنيها ممرض عراقي يقصد بالكلمة المعنوية. أما الدموع تذرفها مريضة بالفيروس تتحدى، تؤيد الرسالة، تقول أنا لا أعرف المنة، ولا أم عراقية تعرف المنة. تعرف تحمل كورونا بس لا 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 ما تعرف المنة يا أمي. يدخل الفيروس ذروته في البلاد، يفتك بالصغير والكبير، والصمت مطبق على المصابين. أما قطاع الصحة فهو الذي يجد الأمرين من فيروس خطير ومن قلة وعي المواطنين، من ترد البنية التحتية الصحية ومن عدم وجود علاج حقيقي للفيروس المستجد. لا تبكي، كوادر الطب والتمريض يحاربون كالجيش الغائر على كورونا. لا تذرفي غير دمعة الصبر، لطالما تجرعت الصبر في العراق الحزين. آن له أن يفرح اليوم بصبر أبنائه ونسائه وأمهاته وجميع العراقيين. يهوى